أول شيء شو نسوي؟ نتخلص من المعامل التربية، اكس تربيع واي تربيع، نتخلص من المعامل. شو؟ راح أقسم المعادلة على ايش قد؟ على هذا المعامل. على خمسة. على خمسة. ساوي ممكن تعبر أو تتخلص من المعامل في الحالتين صحيح. خمسة واي تربيع راح أقسمها على ايش قد؟ خمسة. زائد 15 واي تتقسم على الكل على 5 ناقص 30 قسمها على الكل هذين ايش فيهن؟ يروحه بقت واي تربيع هاي 3 هنا 15 على 5 الكل 3 30 على 5 الكل 6 يساوي صفر. اذا جتك بهاي الشكل انت مباشره 6 وين عبر الجهه الثانيه واي تربيع زائد 3 واي يساوي 6 سالبه عبره الجهه الثانيه صارت موجبه. هسه معامل اكس احنا نقول هسه صار عندي معامل واي معامل واي ايش ثالث؟ معامل واي ثالث نصفه هو ثالث على 2 ثالث على 2 اضربه بواحد على 2 مرات هو كسر وتقول نصفه هو شو اسوي؟ اضربه بواحد على 2 اضربه يعني 3 اضربها بواحد على 2 راح اصير 3 على 2 نصفه بعدين مربع نصفه 9 على 4 9 على 4 مربع نصفه على 4 هو 9 على 4 هاي 9 على 4 راح تنضاف للطرف الايمن والطرف الايسر يعني تنضاف لهذا الطرف اللي هو الايسر وهذا الطرف والطرف الثاني اللي هو الايمن ايش راح تصير عندنا المعادله بهذا الشكل واي تربيع تنزل زائد 3 واي ايش راح اضيف لها؟ مربع نصفه اللي هو 9 على 4 نضيف شنو يعني نجمع 9 على 4 يساوي الطرف الثاني اللي هو ايش عندنا؟ 6 نضيف له ايش قال؟ 9 على 4 9 على 4 هذا الطرف الايسر صار مربع كامل واحنا اخذنا المربع الكامل شو نسوي المربع الكامل؟ شلون نحلله؟ قبل نخلي قوس ونخلي فوقه علامه التربيع الواي تربيع تنزل جايه من واي الاشاره موجبه واذا سالبه تنزل سالبه التسعة على اربعه جايه من الثلاثه على ايش على اثنين شلون نكون اتاكد اني حل صحيح؟ اضربهم الواي في ثلاثه على اثنين في اثنين ربع على حضرة اثنين الواي في ثلاثه على اثنين في ايش قد؟ في اثنين اثنين تروحوا اثنين شو يبقى؟ يبقى ثلاثه واي لحد الوسط خوش هسه احنا سوينا الطرف اللي يا طرف الايسر سوينا له مربع كامل ركز هنا يا علي اي نعم ركز زين اجيت هنا عند واحد المقامات شنو طلع الستة مقام؟ واحد زين هنا أربعة مقام مشترك أربعة على واحد أربعة في ستة 24 زائد تسعة هسه الواي زائد 3 على 2 تربيع يساوي نجمع ذني 24 و 9 شو يصيرون؟ 3 و 3 هسه شو نقول؟ جذر الطرفين الطرف الايسر من الجذره راح تروح منه علامه التربيع جذر الطرفين الطرف الايسر راح يصير واي زائد 3 على 2 تروح علامه التربيع اما الطرف الايمن عندي بسط مقام 3 و 3 على 4 جذرها 2 و 33 ما لها جذر طبعا جذر موجب سالب هنا جذر 33 ما لها جذر اخليها تحت الجذر جذر 33 بس بقى اذا انا قيمه واي 3 على 2 وين راح تعبر؟ الجهه الثانيه جذرها موجب ايش تصير؟ تصير سالب 3 واي يساوي موجب سالب جذر 33 على 2 وراح اعبر 3 على 2 يصير سالب 3 على 2 الحل صار عندي هسه حلين يعني حل الموجب وحل السالب شلون راح نكتب مجموعه يعني نكتب 33 ناقص 3 على 2 جذر 33 بالموجب ناقص 3 على 2 هاي بالموجب اخذناها ومره ثانيه ناخذها بالسالب هاي الجهه 3 على 2 ما يتغير اشارتها احنا بس 33 على 2 ناخذها بالموجب بالسالب راح يصير عندنا هنا سالب جذر 33 على 2 سالب 3 هاي مجموعة جهة
هاي طريقة إكمال المربع.